السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة الأغواط وحبينا نعرفكم بالمستوى تقدم الأشغال نتاع الجامع القطب نتاع مدينة الأغواط، واللي يعتبر واحد من أكبر المساجد في الجزائر، والأشغال راح يتقرب من نهاية نتاعها بعد ما عرف تأخر كبير في يعني عدة سنوات. الآن الأشغال خدات تقدمت كتير، ولحقنا في يعني مرحلة نتاع الفينيسيون. رانا نشوف يعني على مستوى الخارجي، فكل التغليفات الخارجية تقريبا انتهت. نزيد نشوف نحاول ندخل الداخل الجامع نشوف الحالة نتاع شغال داخل الجامع إذا قدرنا ندخله. على أي حال هنا رانا في البهو تاع الجامع الضخم، يبدو ضخم يعني فيه عدة بوابات، فيه 4 حوالي 5 بوابات حول الجامع اللي يقع في منطقة جميلة جدا، يعني منطقة وسط البلاد وفسيح يعني بما فيه الكفاية. إذن اليوم رانا في مدينة الأغواط، سوف يكون فيها عدة فيديوهات على المدينة تاع الأغواط وما جوارها. إذن تابعونا على القناة، سوف يكون عدة مفاجآت كذلك. إذن هذا هو مأذنة، تبدو ضخمة، دو الجامع كبير ما شاء الله، حتى الطراز المعماري طراز رائع يتناسب مع البلاط تاع الأرض الأرضية. إذن هذه المئذنة، وهنا نشوف الحائط المدخل كان الدخل هنا إذن نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم. هنا رانا في المدخل الرئيسي، هذا هو المدخل الرئيسي تاع الجامع.
إذن هذا هو المدخل الرئيسي. شوف كيف داروا بالباب، يكسروها. روعة. إذن انتظروننا في الجزء الثاني، سوف نتعرف على حالة الأشغال من داخل المسجد إذن في الأسابيع القليلة القادمة. سوف نوفيكم بفيديو جديد حول الأشغال داخل المسجد. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. إذا قدرنا